العربي قبل الإسلام خاض حرب 40 سنة لكي يحمي كرامة ناقة في حرب البسوس، ناقة أهينت فأربعين سنة من الحرب علشان كرامتها، فكيف بكرامتي؟ تفتخر بالشدة؟ أفتخر أن الكرامة والشيمة هي من أصول العرب وجاء الإسلام ليؤكد عليها. لا أقول أنه حرب علشان كرامة ناقة أنا أفتخر بها بحيث أن أقول أقاتل لحماية عرض الناقة، وإنما أقول إذا كان فعل هذا لعرض ناقة فكيف، فلا تلمه أن يفعل كل شيء للحفاظ أو للدفاع عن سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. دعنا نقر الآن بكلامك أنكم أننا نحن كمسلمين بشكل عام مقصرون بشكل كبير جدا في إيصال، لكن هذا الذي حصل ليس نتيجة تقصيرنا، ليس نتيجة نعم تقصير، إنما مقصرون نعم. لكن نعم. أحد العوامل التي أدت، لأنه الجماعة في الدنمارك أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم يعلم علم اليقين أنهم لن يستطيعوا أن يمثلوا الهولوكوست بأي شكل من الأشكال، لأن اليهود استطاعوا أن يوصلوا رسالتهم وبقوة لكل العالم. وكان الدنماركيون في هذا الحدث في بداية الأمر عن سبق إصرار وتقصد، مصرين إصرارا منقطع النظير على إهانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما انقطع رأس شخص فقيل له رد الرأس ما دام الدم موجود، فكابر وعاند حتى تعفن الرأس ويريد الآن أن يرد، وبالتالي فالاعتذار اليوم إن تم أو إن حصل فهو غير مقبول، لأن القضية قد فاحت رائحتها وتعفن الجسد. والأمريكان بالمناسبة عملوا أبشع مما عمل الدنماركيون، لكنهم كانوا أذكى، والبريطانيون أيضا عملوا كذلك ولكن كانوا أذكى. الأمريكان أهانوا المصحف الشريف كلام رب العالمين في غوانتنامو، نعم، وفي غوانتنامو، لكنهم فورا يخرج المتحدث الرسمي ويتكلم بكلام، وإن كان كلاما دبلوماسيا لكنه يبدأ بأننا سنحقق ونفعل.